الفادي، هو الحبيب، هو الرفيق، هو الإله. وسط يسوع الحلو حبيبي يا رب، حبيبي يا رب وجنان في موضوع إني وجود تملي معانا وسلي حياتنا هو يسوع بنرنم بصوت مسموع سر حياتنا هو يسوع بنرنم آمين آمين. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. من خلال هالبرنامج اللي اسمه سهرة روحية، اليوم نحن موجودين تنخبر عن اختبار نحن اختبرناه بحياتنا، مش شي تعلمناه، نحن عايشينه. كل العالم من زمان زمان كتير قبل ما أنت توجد في ناطرين التغيير، في حروبات، ناطرين التغيير من الفقر، من المرض، من الظلم، من الشر، من القتل والحقد والسرقة والكذب والتقسيم وتخالف الأديان، من الإهمال، من الاستغلال، من الخيانات، من البغض، من التجريح والدمار والضياع والجوع والحزن والتعب والهم والقلق والجهل والنميمة اللي عم نعيش فيها والكآبة والخوف وعدم الاكتفاء، حسد، تسلط، امتلاك، بخل، غرور. بنلتجئ لكتير وسائل من العالم تنطلع منه يصير تغيير بحياتنا وما منلاقي حل. بنلتجئ يمكن للطب، للعلم، للقوة، للسلاح، لتثبيت الوجود. كمان ما في حل، كل العالم نطرة تغيير. رئيس أمريكا طلع، وقت صار رئيس أمريكا طلع بشعار التغيير، قام وصل للرئيس الأمريكاني. حتى الرئيس اللبناني وصل تحت شعار التغيير. وكلمة تغيير هي بلشت أول ما بلشنا نسمعنا من الإنجيل. وين مكتوبة؟ مكتوبة برسالة رومي 12، في أي مكتوب فيها تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. مع كل قوة البشرية، مع كل العلم، ما قدرنا وصلنا لحل. الشر مال الكون والحروبات مال الكون، ما في حل. نحن توني فرنجي وكل حدا موجود هون، في كتير عالم اختبروا التغيير الإلهي اللي الرب وعدنا فيه، وهو الإله الوحيد الصادق اللي بيقول كلمة وبيعملها. الأرض والسماء تزول وكلمتي لا تزول. مشان هيك اليوم في دعوة لكل إنسان للتغيير والتحرير من الموت، لأنه كل هج الشيء اللي ذكرناها هذا شيء ما في إنسان يتحمله. أهلا وسهلا. مساء الخير توني، مساء الخير مشاهدينا عبر شاشة السات 7. اشتقنا لكم، أكيد أنتم اشتقتوا لنا. مثل كل ليلة سبت بتابعونا مباشر الساعة 9 عبر شاشتكم شاشة السات 7. الوباء والكورونا يلي عم ينتشر بكل العالم وحوالينا ما رح يوقفنا انه نلتقى معكم كل ليلة سبت احبائي. رغم كل يلي عم بيصير بلبنان والمنطقة، رح نكون عم نسبح الرب ونتقرب منه ونطلب وجهه بهيدا الوقت، ومنوضع
يلي عم بيصير بلبنان من حرائق وانفجارات وحوادث وضيق وأوضاع جدا مزرية اقتصادية وألم تحت سلطان الرب يسوع وبين إيديه. ما بدنا نخاف، بدنا نوثق ونصدق إنه ربنا ما بيتركنا وهو سهران علينا لا ينعس لا ينام. هيدي وعوده وهو صادق بوعوده وأمين. رح نبلش حلقتنا معك توني وبموضوعك، بتعرفنا أكثر شو هو عنوان موضوعنا لليلة. موضوعنا اليوم هو عن التغيير. نعم. لأنه ما بيسوى نكفي حياتنا بالفساد والشر وبالتعب. أكيد. لأنه إجا شخص اسمه يسوع قال أبشركم بفرح عظيم لقد ولد لكم مخلص. يخلصكم من شو؟ يخلصنا من الموت اللي نحن فيه. نعم. وين منشوف الموت؟ أول شيء بدي أذكر برومي 12 أي 2، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله المرضية الصالحة الكاملة. الله مشيئته هي شيء بيرضي العالم كله، وهو إله صالح تيعمل صلاح بالبشر. رئيس أمريكا ورئيس لبنان وكل قوى البشرية ما قدروا يوصلونا لأمان ولا حياة والحياة بملأة، لأنه إجا الرب يسوي تلك الحياة. ملعون من يتكل على ذراع بشر، بيقول الرب. ليش صار هذا الشيء بالعالم؟ خلينا نرجع لتكوين 2:7. تكوين 2:7 بيقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. شو بيصير وقت بيخلق الله آدم؟ آدم بيعصي الله، بيصير في انفصال بين الانسان وبين الله. يعصي الله يعني ما بيطيعه. ما بيطيعه. نعم. واليوم نحن بالعالم كله عم ماشيين على زعونا، مش عم نطيع كلمه الرب، اصلا ما بنعرفها تنطيع. سامعين عنا ومنعتبر حالنا مسيحيين، وفي كثير عالم بالكون لسه ما وصل للبشرى المفرحه اللي هي الخلاص البشري. مش هيك اليوم الانسان هون بيقول النفس، في نفس، لكن بعد ما ادم انفصل عن الله، انفصل عن الروح، الله روح. مفصل عن الروح صار في مولود جسد يعني. نعم. وصار في الانسان بيتالف من نفس اللي هو عقل يعني ذهن فكر ومشاعر واراده، والروح حيث يحيي الله. وروح الله هي بتكون يا فيك يا مش فيك، بالخطيه انفصلت الى حين ما اجى الرب يسوع عمل المصالحه بين الانسان والرب من خلال صلبه على الصليب. نعم. كيف بنرجع نعيش مع الله ونتواصل مع الله؟ من خلال موت يسوع. شو صار بموت يسوع؟ ميت يسوع ميت عنك، لانك انت ميت تيجي تيحييك. هلا بتقولي انا عايش ميت، بقول لك مزبوط، عايش بالجسد، تمتلك النفس والجسد فقط. النفس قلنا هي فكر ومشاعر وجسد وإرادة يعني، والروح هو لي هو الله. نعم. مش هيك منشوف بيجب علينا أن بيوحنا 3:5 شو بيقول؟ الحق الحق أقول لك، إذ كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. الله. مش هيك منشوف ضروري الإنسان بحاجة لولادة جديدة، بحاجة إنه يبلش حياة جديدة ويصير تغيير بحياته. مشان هيك بدنا نرجع نكون ابناء الله. كيف؟ اول شيء بالتوبه، بدنا نتوب. يوحنا المعمدان كان صوت صرخ بالبريه، توبوا لقد اقترب ملكوت السماوات. بالتوبه شو بيصير؟ وقت برجع عن خطوياي برجع لعند الله، لانه الغفران الخطايا تم بدم يسوع. شو بده يشجعني توني توب؟ قدم توبه. شو الحافز اللي خليني توب؟ الموت اللي انت فيه. الانسان ما في شيء اليوم بالعالم بيفرح. صحيح. كل شيء اي شو ما نعمل، شو ما نعمل في فراغ. شو ما نعمل، شو ما نعمل ما عم نشبع. ما حدا مبسوط بالعالم. صحيح. وكله في غيري وحسد وقتل. ما حكينا بالمقدمه شو في موجود هذا عند الكل. كل انسان موجود عنده هون. مش هيك نحن بحاجه لولاده جديده يرجع الرب يسكب روحه فينا مثل ما كان قبل ما ادم خطي. بكل بساطه مش هيك يجب علينا ان نعمل مصالحه مع الرب من خلال الرجوع لعند الرب. بيوحنا 3:6 شو بتقول؟ مولود من الجسد جسد، اما مولود من الروح فهو روح. انت مولود بالجسد، كلتنا ولدنا بالجسد. في ولاده ثانيه اسمها ولاده الروح. ينبغي ان تولدوا من فوق، ضروري نولد من فوق. طيب كيف بدي اولد وانا لساني
انا صار عمري 40 و50 و60 تولد من فوق من الله، وقت بيعطيك روحه وبتبدا حياه جديده معه، هذا التغيير اللي اجى الرب ياتينا اياه، وهو هيدي هديه من عند الرب، عطيه مجانيه لك، ما بتكلفك الا كلمه واحده، ارحمني يا رب انا انسان خاطئ. امين. توبني يا رب، توب، رجعني لعندك. مشان هيك بيوحنا 4:23 بيقول الرب يسوع: ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، اليوم لكل حدا عم بيسمعنا، تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون، يعني في ساجدون حقيقيون وساجدون مش حقيقيون، كل البشرية بتسجد لآلهة، ونحن المسيحيين كمان منسجد لإلهنا، ولكن الساجدون الحقيقيون الذي يريدهم الآب هن الذين يسجدون بالروح والحق. الحق يعني بيسوع. يعني كيف بدنا نسجد بالروح؟ يعني بياخد انا روح الله وبالكلمه الانجيل هو الحق. يسوع هو الحق، ما نعم. فيني اقول انا بحب يسوع ما بعرف كلمته، صحيح، لكن وكلمتي هي روح وحياه، معناتها انا بحاجه اني ارجع للكتالوج تبعي اللي هو الانجيل. هو الانجيل اليوم تعرفون الحق، والحق يحرركم من مين؟ من المقدمه اللي حكيت فيها. لكن الانسان كيف بده ينمي روحه؟ لكن بيقول هون في غذاء الانسان بيتغذى للجسد، الاكل، مشان هيك بنروح عند مختصين الغذاء بنشوف شو بدنا ناكل، بنعتني بجسدنا مشان نكون قويه بالجسد، وفي غذاء للنفس اللي هي من العقل والذهن. هذا هون مكان ديبو، شو بنشوف بالحواس بنكون عم نغذي النفس، والمشاعر نحضر افلام رومانسيه خبريه في عالم بيتحرك مشاعرنا، صحيح. هذا الانسان، كل انسان موجود بالعالم هيك بيسلك بالجسد والنفس والمشاعر، لكن قلنا غذاء الروح غير غذاء الجسد. غذاء الروح بمتى 4:4 مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. لكن في نوعين من الغذاء، غذاء الجسدي وغذاء الروحي. الانسان اذا بس عم بياكل غذاء جسدي بعده انسان جسدي، نعم. اما الانسان الروحي بياكل كلمه الرب، الاكل الروح هو كلمه الرب، نعم. لكي تنقدر نتغير نحن ونجدد ذهننا، لانه مطلوب منا انه نتغير ونجدد ذهننا. كيف بدي افهم مفهوم جدد ذهني؟ أنا كيف بجدد ذهني؟ شو يعني أبديت لذهني مثل ما بعمل أبديت لللابتوب تبعي أو لتليفوني؟ كيف بجدد ذهني؟ أول شيء وقت أنا بختبر الولادة الجديدة هو شعور لا يوصف. الولادة الجديدة من فوق، من عند الله. بس وقت بختبر هالولادة شعور لا يوصف. يعني حكينا كثير عن اختبارات بحياتنا، صحيح. واليوم حنسمع اختبارات هالولادة الجديدة كيف عم بتتم؟ من عم نحكي شيء موجود فوق، عم نحكي شيء عم يصير معنا بالبشر. مشان هيك نحن علينا انه نبلش نتقرب تنرتاح. يعني اليوم الرب عم بيدق على باب قلبك وباب قلبك، عم بيقول لك تعال عندي انا بريحك، ليش بعدك تعبان وانا بدي ريحك، وانا عم بدعيك تيجي تترتاح، وانا عم بدعيك تيجي تترتاح، دعوتي لك نيتي تجاهك صافيه، ما بدي منك شيء. مشان هيك اليوم في دعوه للسلام بالعالم وبحياتك، في دعوة للراحة، وفي دعوة للفرح، وفي دعوة للخلاص، وفي دعوة انك عم تحيا بنجاح. مشان هيك لازم نقبل هالدعوة، ما نعاند كرمالها. منشوف هون ان الرب ارسل روحه تنفهم الكلمة، لانه في كتير ناس بيقروا مثلا الكلمة بيقولوا برا وبنعس ما بفهم. هون انا بقول يا رب افتح لي ذهني تفهم كلمتك، لانه الروح القدس من بعد التوبة بيفتح ذهننا، بنصير نحب الكلمة. يعني قصدك بس نختبر الروح القدس، بس نختبر الروح القدس يتجدد ذهننا ونصير ولادة تانية، بنصير نفهم الإنجيل، صحيح. لأن أنا بحط حالي مطرح كل شخص بعد ما اختبر الرب ولا اختبر توني الروح القدس ما رح يفهم ولا كلمة. أكيد. أنا أول ما بشرتني قلت لي مزامير، قلت لك أي بلد. دونك في كتير ناس مثلنا ما حيفهموا الكلمة، أكيد. إذا ما اختبروا الولادة التانية 100% بيكونوا مسكرين، صحيح. ما العالم كله مسكر، إبليس مسكر، صح. وعميله إبليس عيون. ملك على العالم كله، نعم. مشان هيك مشية إبليس يعمل هذا الشر، نعم. والقتل والحروبات والسرقة والكذب والحبوسات مليانة،
والشر مليان والشاطر بيقولوا خلص حلو من هال من هال. وين العالم اليوم؟ ما بنسمع كل الاخبار بشا. صحيح. ما في اخبار حلوه. ما في اخبار حلوه الا من عند يسوع بس. أمين. فقط. أمين. مشان هيك تعا عند يسوع وجرب. نحن شهود عم نشهد شو عمل فينا الرب يسوع بحياتنا. مشان هيك الدعوه ليك. واليوم اليوم اليوم هلا بلحظه فيك بصرخه تصرخ للرب تقول له ارحمني بيرحمك وبيعطيك الروح القدس. هو على قلبه يعطيكي. هو بده يعطيكي. هي مشروع. لكن الروح القدس هو بيتينا ياتي نفهم الكلمه. بصير بالروح القدس في عنا عطش وجوع. بدنا نعرف اكثر. بدنا نعرف اكثر. ومنبلش هون نعرف كلمته ناخذها نتبناها نشيل القديمه ونتبنى الجديده. هلا بنشوف كيف الطريقه. لكن انا بحاجه انه ناكل الكلمه تاني نتغير ونصير من طبيعه بشريه الى طبيعه الهيه. إلهية. نعم. لانه الله وقت خلق الانسان خلقه على صورته ومثاله. صحيح. صرنا نحن طبيعتنا البشريه بتشبه طبيعه شريره. قايين قتل هابيل. صح. خيو. واليوم نحن الاخوه بيقتلوا بعضهم بالكلام. المراه وجوزها بيقتلوا بعضهم بالكلام. صح. انت واحد عنيد. انت واحد سوري على الكلمه مسطول مثلا. كلام بيقولوها بمزح. صور القتل بالمزح. صور فخرهم عارهم. صح. بيفتخروا انه ليك ايش قلت الله. ليك كيف ضربته. العالم عم تفتخر بالشر. بالشر هذا الشيء. نحن هلا صرنا نشوفها هيك. طيب. برسالة كورنثوس الثاني 3:18 نحن جميعا ناظرين وقت نولد بلادة جديدة بنصير نتطلع بمين؟ بمجد الرب بوجه مكشوف، يعني مكشوف قدامنا. مثل عم تطلعي بالمراية عم تشوفي الكمال وانت ناقصة بتصيري وين في ناقص عندك بدك تكملي. وين؟ من خلال كلمته. بوجه مكشوف. كما في مرآة نتغير. بصير نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. آمين. لأنه الرب أنت ابنه بده يرفعك ويمجد اسمك كمان فيك. بيمجد اسمه فيك. بقى مشان هيك هي الدعوة لك تيرفعك تصير شبهه. لأنه إذا أنت ابن مثلا من 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 شبهك من قصص تعملها. أنا بيقولوا لي مثلا من أعطك تشبه بيك اللي خلف ما مات. وإذا نحن أولاد الله لازم يكون عندنا صفات تشبه بينا. صحيح. تصوري أنا بقول أنا مسيحي وبسب أو بحلف ومصدقين إنه مسيحية. تصوري أنا مسيحي وبكذب. تصوري أنا مسيحي مثلا وعندي جوع إسا للشر. يعني قد ايه حلفنا وقد ايه كذبنا وقد ايه وقد ايه. هي الشر هي مشية إبليس ولا مشية الله. وين كنا وين صرنا؟ الله ساكن فيكي. الله بيحلف؟ لا. الله بيسب؟ ابدا. طيب مين بيسب؟ حاشا. معناتها وقت ابليس وقت ابليس ما بيكون الله بحياتك. مين بيكون فيه؟ ابليس. ما في ضوء في ظلمه. صح. واليوم مع احترامي لكل المسيحيين بدي توجه لهم تحيه بس اليوم كثره اللعنات والشتايم والخصامات بالمسيحيه والحلفين والسب. بقى بنطلب من الرب هيك يسكب روحه ليكون تيمشين يتمجد اسمه من خلالكم. لانه ما يعني بنزعل انه يتسود وجهنا كمسيحيين بالعالم من وراء اشخاص بيدعوا انه بيعرفوا الرب ولكن عم بيعملوا اعمال مشيئه بين ابليس. بيوحنا 4:21 الذي عنده وصاياي. وين وصيته؟ هي الانجيل. اللي عنده هالانجيل. اللي ما عنده نحن بنوصل له اياه. في يتصل فينا هيدا البرنامج بنوصل له انجيل. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي. يعني اليوم انت ليك تقرا الكلمه تحفظها وتعمل فيها. هذا اللي بحب يسوع. في كثير اشخاص بيتضايقوا انه بيحبوا الله وبيحبوا يسوع ولكن انجيلا ديكور بالبيت او انجيل تحت المخده او اذا بيقروا الانجيل بينعسوا بيناموا بيفكروا حل انه ليكون الانجيل ما بسكره ببيتي انا. هو منه موجود تتعملوا ديكور. هو منه موجود تتحطوا تحت المخده. وموجود تكون انت انجيل خامس المقروء. صحيح. هالكلمه تصير حيه فيك. امين. والكلمه صارت بشلا وحلت بيننا. بغلاطيا 5:16 بيقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد. لكن الرب شو بده منا؟ بده منا نسلك بحياتنا حسب الروح. كيف يعني؟ حسب الكلمه. كيف يعني؟ يعني شو بيقول؟ شو بتقول كلمته؟ نسلك كلمته في انطيعه. بسلك فيها. نعم. منو وكون عم بهمني قصص الروحيه منو جسدي. لانه الانسان بالجسد هو تراب الى التراب يعود. ما بيبقى النفس بتموت بدون روح. صح. مشان هيك بنقول الشاطر يخلص نفسه
واجا مخلص اسمه يسوع يخلصك نفسك. بدون روح القدس ما بتخلص. والروح القدس هو بولاده جديده بيصير كل شيء جديد. يقول الذين هم في المسيح فهم خليقه جديده، وهي كل شيء قد صار فكر جديد، قلب جديد، حياه جديده. فتح لك عيونك. انا ابقى وقت تعرفت هالرب اول يوم تاني نمت اول نوم بحياتي مني نايمه. نفس الشيء انا كمان قمت من النوم طلع هيك بجبال الا مرتي الا عمي امتى زرعوا السجرات كله اخضر ما كان شايف، كنا عامة اعمى البصيره بسموه. غلاطيا 5:16 بيقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد. المسيحيه لازم يسلكوا حسب مشيئه الرب وحسب كلمته. برومي 12:2 لا تشاكلوا هذا الدهر. ما نكون نحن عم بشركه او ما نقلدهم، ما نعمل مثلهم يعني، او ما ننجر نكون مثلهم او نتشبه 100%. شو بيطلب منا برومي 12 كمان؟ شو بيطلب؟ بيطلب منا تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بدي هون ذكر بعد ما نسمع ترنيمه بدنا نسمع عباده ندخل ديارك احيا معك احيا معك. لكن منذكر رح نسمع ترنيمه احيا معك من كلمات والحان جورج ومادونا كرم، اكيد بنحييهم واكيد عم يحضرونا هلا. بقوة أحيا دوما بقوة معك
بأسرتك أحيا معك بفرح دائم أحيا معك بفرح دائم أحيا دوما بفرحك أحيا دوما بفرحك أحيا معك بسلام دائم أحيا معك بسلام دائم أحيا دوما بسلامك أحيا دوما بسلامك أحيا أحيا دوما بنصرة معك أحيا دوما بنصرة معك أحيا دوما بنصرتك أحيا دوما بنصرتك أحيا دوما براحة معك أحيا دوما براحة معك أحيا دوما براحتك أحيا دوما براحتك بشركة معك يا رب أحيا دوما بشركة معك أحيا دوما بشركة أحيا دوما بفرحك أحيا بشركة روحك نتكلم عن القوة أحيا دوما بقوة معك أحيا دوما بقوة معك أحيا دوما بقوتك أحيا أحيا دوما بنصرتك أحيا دوما بقوتك أحيا دوما بفرحك أحيا بشركة روحك أحيا دوما بنصرتك أحيا دوما براحتك أحيا دوما بنصرة معك أحيا دوما بنصرة معك أحيا دوما بنصرتك أحيا دوما بنصرتك فرح الرب قوة أحيا دوما بقوة معك أحيا معك بفرح دائم أحيا دوما بفرحك
نصرتك. هللويا. اليوم نسأل ليش منصلي وما في فرح، مع انه يا توني نطلع من مثلك كل يوم، كل احد بنحضر قديس او كل يوم بنحضر قديس، او انا بصلي كل يوم، ليش بينا عم بعيش مثل منك عم بتعيش؟ فرح الكامل، القوه، الراحه، السلام، هالشراكه مع الرب، هالحراره بالروح القدس. لانه مكتوب بعبرانيين 5:12 اذا كان ينبغي ان تكونوا إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. الرب وقت بدعينا بيولدنا ولادة جديدة بنكون أطفال، بس بدنا ننمى، نصير ننمى ننمى ننمى. اليوم نلاقي ناس إلى 10 و 12 سنة و 15 سنة قسين بالأطفال بيشربوا حليب. ليش؟ شو السبب توني؟ وما بف لأنه مش هم بيجتهدوا، مش وعلا. هم مش ليكي في أشخاص عندك هلا في ليكي شو بدي أقول لك، بس بيقولوا بتقول لك يسوع مخلص، إيه مزبوط، ويسوع بيحبنا مزبوط، بس ما بيعملوا مجهود كرمال يقروا الكلمة وينفذوها ويعملوا فيها. ما بدهم، خلص هول هني يسوع، أنا بعمل هيك بعمل هيك، ما بدي، ما إلي جلد وما بدي، ما في هال يعني مفروض عليهم يشتغلوا على معرفة الرب أكثر. لازم نتدرب ونعيش حياتنا كلها تمارس كلمة الرب ونطبقنا حياتنا. اليوم وقت باكل بالجسد، أنا جسدي وقت باكل، نعم. إذا ما بعمل سبور بنصح أو شيء، ليش بدي أعمل رياضة؟ بدي أصرف اللي أكلته، وقت بدي أكل كلام الرب وقوي روحي كمان بدي رياضة روحية، بدي مارس الكريمة. صحيح، ما بدي إنه اكل الكلمة معلومات، نعم. بدي اعرفها واعمل فيها طبقها حياتي، نعم. هون وقت طبقها بفرح، صحيح، وقت طبقها في تغيير، كنت هيك صرت هيك، صح. انا في واحد مثلا قبل اذا واحد كان يطلع فيني بالورب بشيل فرد او سلة بصدق، صرت معي عدة مرات. هلا اذا واحد بيضربني كف بقول له حرام ليش معصب، بغمر ببوسه، ليش شو صاير معك يا حبيبي، بيك شيء؟ بس هلا هو بيفكرك بيك شيء؟ لا ما بيني شيء، لانه الناس ما بتفهم، لانه اليوم المحبه التغيير. محبه الله بتعذر، اكيد ما صارت من وقت ما تعرفت اليوم من الرب من 18 سنه، اليوم ما صارت، ما بيسمح الرب. يعني اليوم لما بحب عدوي انا بفكرني اف عم بتحبني، ما انا عدوه، نحن بنزعل عليهم، اكيد بنزعل عليهم، نعم. هو هيك حرام، مثل كان بشكر الرب انه شيني، ما انا كنت مثله، ما هيدا هي أكبر علامة إنه نشكر، صح. الله حرري من الغضب والتعصيب والكلام البذيء وكل الأشياء اللي كنا منعيشها بحياتنا. ما بيحصل تغيير بدون زرع، وبالزرع شو بيصير؟ حصاد. بدون ما تزرع لكن ما في حصاد. في ثلاث أنواع من الأشخاص البشري، خلونا نشوف أول نوع شو بيه. اسمه إنسان بشري، هذا الإنسان جسد ونفس بس ما عنده علاقة أو شركة مع الروح القدس، مثل حيلا إنسان موجود على العالم. ممكن يكون هذا الإنسان اللي عنده جسد ونفس، يعني عقل فكر بيفكر، يمكن يكون متعلم كتير وبالحياة ماشي حلو مبسوط حسب ما هو يفكر، بس ولكن هذا الإنسان ما قلبه بضل في فراغ بداخله، وما في سلام وما في فرح وما في راحة حقيقيين. يقول الرب سلامي أعطيكم لا كما يعطي العالم، في سلام بشري، في فرح بشري بتدفعي حقه، بس إلى حين، صح. القلب ما بيتعبى إلا من وكيل حصري تبع القلب هو الرب يسوع المسيح بالروح القدس. ولكن لا يشبع وما عنده حياة، لكن في أشخاص بشري وفي كيف بدنا نعرف هون شو مكتوب؟ ولكن بكورنثوس الأول 2:14، ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل، يعني لا يفهم ما لروح الله لأن عنده جهالة. ما تطلع فيه نحن مثل ما أنا كنت جاهل، بتضايق بالمعرفة وأنا جاهل. بأي 16 كورنثوس الثاني الأولى أي 16، لأنه من عرف فكر الرب، من عرف فكر الرب فيعمله.
بس كيف اللي بيعرف فكر الرب اللي بيعرف الكلمه يعمل فيها اما نحن المسيحيين اللي مجتهدين فلانا فكر المسيح يعني كيف انا اليوم بقول او كيف الك عين تقول انك مسيحي وعندك فكر الشر شر بالشر والحقد والنميمه والحسد والقتل بالكلام عن الاخر وتشهر بالاخر هيدي مش مسيحيين هذا ابليس بامتياز عم تعمل مشيئة ابليس كيف انت مسيحي وعم تقبض الميل ما بعرف كيف الك عين تقول مسيحي وعندك شهوات انك تتملك وخصومات بحياتك محبه الانا المسيحي بيكون بيشبه المسيح عنده فكر المسيح اما نحن فلنا فكر المسيح فممكن ممكن نكون كمان في كثير عالم بيقولوا انا هويه انا مسيحي لا مش الهويه بتحدد مسيحيتك بكورنثوس الاولى 3:1 بيقول وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال بالمسيح ليش بولس ما قدر حكيهم هون كروحيين اي كنيسه الكورنثوس بده يبعث لهم رساله يقول ما انا حكيكم كروحيين انا بدي هن هول اختبروا الروح القدس اختبروا الاولاد الجديده لكن بده يحكيهم كجسديين كاطفال بالمسيح السين على اللبن منشوف هون في نوع ثالث انه انسان بشري نوع الثاني انسان جسدي الانسان الجسدي هو اختبر الروح ولكن بعده على اللبن حسد خلاف كانوا يقول مين قول مقبولوس وما قبولوس كان كمان مولدين بالروح وبيقسموا حالهم مين بيقول انا كاثوليك انت ارثوذكس انا بروتستانت انتو هيك ما في طريق هيدا خلافات انا بشوفها أكيد. انا بصلي الرب يوحد كنيسته والعالم ونكون واحد مثل ما الابن والاب واحد لكن دائما في مقاومه بين الجسد محاربه بين الجسد والروح لكن لازم نحن ناكل الكلمه ونمارسها وما نسلك بالحواس لانه ايام الناس اذا روحوا صلوا هالكنيسه هيك قديمه وبيحسوا انه شعور بيفكروا انه مشي حيل حسيت بدلي شو المسيحي يسلك بالايمان لا بالشعور منو كيف بدهم يعرفوا يفرقوا اذا عم يسلكوا بالايمان او بالشعور هلا ايام اول ما بتختبري الرب ممكن الرب يتعامل معك بشعور ولكن مع شويه الوقت ما بدنا نشعر امين نحن بنامن بالكلمه لانه 100% كلمته صادقه امين ما منامن بشعور منو قصه شعور في ناس بيقولوا يا وقف شعر بدني كثير ممكن ايام شعورك يتفاعل مع روحك ممكن بس ما منسلك بالشعور يعني في اشخاص بيقولوا مثلا طلعت محلفين ورواق بيفكروا انه هون مكان مقدس هو وين مكان العالم كله مكان مقدس حيث يكون ابن الله هو مكان بيكون مقدس امين لكن في ثالث نوع من الانسان هذا اللي الرب بده اياها مشيئه لكن قلنا بشري الانسان البشري وانسان جسدي جسدي الانسان الجسدي بيمشي بالحواس الخمسه وبيضل هاللبن وبيقول لك ايه وماشي الحيل وبعرف وبقرا وبصلي كثير الانسان البشري هو الشخص اللي بيمشي بدون روح القدس ادمي ابن ادم الانسان الروحي هو اختبر الروح حفظ الكلمة وعم بيمارس الكلمة يسلك بالإيمان حسب وعد الرب له فكر المسيح كل يوم بينضج هاليوم هو هيدا التغيير والتجدد كل العمر بيضل هي تنصير نشبه يسوع ما بيسلك بالحكمة البشرية بالمنطق البشري بيسلك بالحكمة السماوية بيكون مثل الطفل عارف انه في عنده بي عم بيهتم فيه وبيكون عم بيعلم وعم بيدرب أتحبني ارعى خرافي بيكون عم بيلهج كل نهار بالكلمه هلا بنشوف وين طعام دسم بيكون عم بياكل ويفوت على العمق ما بيكون الساعه على الشط عم بيتسبح على الشط عم بيتابع حاله كرمال يفوت على العمق ما يضل هالشط وبكورنثوس الثاني 5:7 بيقول لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان خلينا نسمع ترنيمه ترنيمه حنسمع لانه يسوع اجى كسر سهام العدو اوكي حنسمع ترنيمه تكسرت سهام العدو
كسرت سهام العدو عصمت الانتصار دسنا كل قواته شكرا لك يا بار كسرت سهام العدو عصمت الانتصار كان فين ربنا لما استفانوس كان بيترجم ويهان بهذا المشهد البشع؟ المؤمن الحقيقي اللي قبل الرب يسوع مخلص ما بقاش يخاف من الموت لأن يسوع غلب الموت. ما فيش شغل، ما فيش اجتماعات، القعدة في البيت، الظروف، الضغوط، الحالة، مخنوق، صرخ انتوا كنيسة الغالية عليا، هسيبكم مع حتة كورونا تقرفكم. مسكين الإنسان اللي محبة الله مش متمكنة في قلبه. من القلب للقلب رجعنا معكم بأفكار جديدة ومنصب جديد. حماسية كتير نتلاقى والقعدة صارت أوسع. إذا كنتوا عزابة، خطبين أو مجوزين، هالبرنامج لإلكم. رح كون عم بقدم استشارة مباشرة مع ضيوفي على الهواء. ورح نغطي بكل حلقة الناحية العلمية والروحية من المواضيع. قلبي على قلبك فكرة جديدة خاصة فيكن. فيها رح نكون عم نتلقى كل اتصالاتكن، أسئلتكن وطلبات الصلوات تنتشارك مع بعضنا ونجاوب على أسئلتكن. ناطرينكن بموسم جديد من القلب للقلب. تحية لكل واحد فيكم. رح نبدأ سلسلة جديدة بكنيستنا إلى علاقة بأعظم دعوة ممكن الله يعطيها للإنسان، بأجمل مسؤولية هي تربية أولادنا. فرح نتعلم مع بعض كيف نفرح بأولادنا، كيف نستمتع بهالعطية اللي الله عطانا إياها، وكيف نهذبهم ونعلمهم بحسب تعليم الكلمة المقدسة. هيدي السلسلة هي لكل واحد فينا، هي لإلك أنت اللي عم تسمعني، إذا كنت متزوج أو غير متزوج، إذا عندك أولاد أو ما عندك أولاد، للكبار وللصغار، وبكرة رح تشوفوا قديش مفيدة لحياتنا.
التربية في عصر الانفتاح والتكنولوجيا والمعلومات أصبحت أمر صعب كتير. بنواجه مشاكل وتحديات مع أولادنا ما بنعرفش نتصرف فيها، وأحياناً بنتصرف بطريقة عشوائية. للأسف النتائج بتاعت الطريقة العشوائية دي بتظهر بعد وقت طويل مع أولادنا. استنوني في برنامج الكوتش، حلقات جديدة وموضوعات جديدة. مستني تليفوناتكم، مستني استفساراتكم. إيهاب نعمة. أحبائي، يشرفنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة من خلال شاشات سات 7 خدمة صباح الجمعة من كنيسة قصر الدبارة الإنجيلية. لذلك انتظرونا كل يوم جمعة 11 صباحا لتتعبدوا معنا لإلهنا. صباح كل جمعة من كل أسبوع على شاشة سات 7. نرجع معكم مشاهدينا ومنذكر بعضنا لكل إنسان عم يسمعنا اليوم، لألك في خلاص، في خلاص من تعبك، من مرضك، من وجعك، من الدين حتى لإليك، من الفقر، من العوز، في خلاص من الحزن، في خلاص حتى إذا في عندك فقدين شخص عزيز على قلبك، فقدت جوزك، فقدت ابنك، فقدت أم أو بي، في تعويض هلأ مش بعدين. في حدا دعيك انه يخلصك من كل مشاكل عندك يا بحياتك. يسوع مات كرمال يخلصك. يسوع قام من الموت كرمال تقوم معه اليوم. ما عليك الا تقول له يا رب انا بحاجه لك. ما عليك الا تعترف بتمك انه يسوع هو ملك حياتك. رجع الانجيلك، افتح الانجيل وقريه، قل له يا رب ما تتركه، وصراخ تي يكشف ذاته لك. الرب وقف باب قلبك عم بيدق، افتح له باب قلبك، ما تبعد عنه، ما تكون عنيد وتعمل كفي حياتك بفكرك، فكرك وصلك للدمار، ما في سلام بذهنك. كل انسان ما في سلام بذهنه اكيد ما في الله بحياته، لانه الهنا اله سلام. امين. من 18 سنه لليوم بصدق عم بحكي سلام يفوق العقول. شو ما يصير معي في فرح بقلبي، ما حدا في يشلحني، في راحة بكل شيء بيصير معي، كل الأشياء بتصير معي هي الخيرة. اليوم بدي هيك أنا وياك قبل ما ناخد شهادات حياة وناخد اتصالاتنا، بدي أقول أي من يعقوب 1:21، لذلك بيقول اطرحوا، شيلوا عنكم كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا واقبلوا بوداعة بقول الكلمة وطيع. الله بيحارب المتكبرين وبيرفع المتواضعين. حاجة تتكبر على الله، أنت مخلوق، أنت بحاجة لقاله، هو مكتفي بذاته، أنت بحاجة أنه هو يكون بيك، يمسك لك إيدك ويكفيك ويسدد لك كل حاجاتك. هو قادر أنه يملأك ويشيلك من اللي أنت فيه. فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة، كلمة المغروسة القادرة، الكلمة قادرة أن تخلص نفسك. منو تخلص نفسك بعدين؟ بكرة بنكون بالسماء؟ لا، السماء نزلت، السماء صورت على الأرض. أنا بعيش بالسماء من لحظة البقبل المسيح. آمين. إله السماء ساكن بقلبي، أصبح السماء موجود على الأرض. منو فوق؟ آمين. بكرة بنصير فوق. أنا هلأ بدي صير بالسماء، أنا وعيش أفرح. منو بعد ما يروح جسدي بدي أفرح؟ ما في فرح بعد ما يموت جسدك. هلأ بدي أفرح. كيف بتخلص حياتك؟ بتكفيها مع الرب، تلبس جسد تاني. بقال بدي اقول لك ايه، قبال هالكلمه، قبال هالكلمه. وبيقول بكفي، وبيقول باي 22، ولكن لا تكتفوا فقط بسماعها. في ناس تسمع الكلمه بتكتفي، انا سمعنا الكلمه اليوم. ما تكتفي انك تسمع كلمه، بل اعملوا بها، والا تغشون انفسكم. في كتير اشخاص بيسمعوا الكلمه بس ما بيعملوا فيها. بقول يعني انا كل يوم بسمع بقرا، فيت على جروب هالواتساب، كل يوم بيجيني رساله، كل يوم بيجيني الانجيل. هي عم تسمع فيها وبعدين عم يكتفي فيها، انه اكيد عم تكتفي فيها. انا اليوم
يقول مثلا بالصلاة صلوا كل حين. أمين. ولا تملوا. منو بصلي بالله؟ اسهروا وصلوا. أنا اللي حبيبي وحبيبي اللي صلوا دون انقطاع. يسوع اسمه عمانوئيل. أمين. أي إله معي. كل نهار بعيش وحده وبالليل بتي دقيقتين. ما هو حبيبي. أمين. هو كل قلبي وكل فكري وكل طاقتي وكل نفسي. هو يملكني. لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. كل ما أنا أنقص هو بيزيد. علي أن أنقص وهو يزيد. أن يزيد. يزيد بحياتك. أنت تكون اللي بيشوفك يشوفه تيتمجد اسم الرب. لأنه إله هو إله الحياة. منو إله الموت. منو إله الكآبة. منو إله الأطباء. هو إجا كرمال يشفيك اليوم. بلمسي منه قادر يشفيك. من جرحك. من وجعك. من ماضيك. البشع. من قرارات خدتها غلط بحياتك قادر أنه يعود لك إياها. ما تيأس. ما تكتفي أكيد بسماع الكلمة بل أعمل فيها. ولا بكون عم بتغش نفسك. ومين الغشاش والكذاب؟ إبليس. ما تكون أنت عم بتغش. توني بس بدي أحطك بالأجواء قبل ما نكفي فكرتنا. صارت معنا بهية. صارت معنا عزوم. مساء الخير بهية. مساء النور. مساء يسوع بقلبكم يا رب. ربنا يباركك. أهلا وسهلا. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك خيي. بهي خبرنا عرفنا عن حالك وخبرنا كيف اختبرت الرب وكيف كنت عايشة وشو صار معك. أنا مرة متزوجة عندي بنتين. شاءت ظروف أنه جوزي يسافر ويتركني معه. تحملت هالمسؤولية وحدي وبلشت أركض بالحياة كرمالهم. كان مستقبلي غامض. بلشت عيش الوحدة. بلشت عيش الخوف. عيش الغموض بحياتي. الضياع. لأنه كنت مكرسة كل حياتي أنه أركض لأولادي وما أحكي ربي. مفكرة أنه بإرادتي الشخصية رح أقدر أقطع أمور الحياة كلها. كان دل عندي اكتئاب. وصلت لديبريسيون. لدل عندي شك بالمستقبل. وكتير وحيدة. كل ليلة حس حالي كتير وحيدة. دعيتني أمي لرياضة روحية. كانت تشوفني عم بسمعني عم بحكي مع أصحابي وإشكيلهم همي. وكل واحد يقول لي روحي عند هذا الحكيم أو عملي سيشن عند حدا. وكنت عم بلش ألجأ لألهم يعني. أمي قالت لي عندك يسوع بس هو بيقدر يخلصك. في رياضة روحية رح روح أنا وياك عليها. وآمنة وسائق أنه هو رح يخلصك. رحت على الرياضة الروحية. لقيت كل العالم هناك مبسوطة وفرحانة وعم ترنم. وغرت منهم صراحة. صرت أطلب يسوع أنت عم توعظتوني وقال له دخيلك أنت بيي. ما حدا غيرك رح يخلصني. بصلاة الامتلاء أنا حطيت إيدي على وجهي. وضليت 5 دقايق أبكي مثل غسيل من طفولتي لهلأ. بكل شيء عملته غلط بحياتي. بكل الخطايا اللي مرقت فيها. كان إذا حكيت على حدا كانت كبيرة الخطايا أو صغيرة. حسيت أني تغسلت من فوق لتحت. وفجأة بحس بنار الروح القدس شعل بقلبي. تغير كل شيء فيي. ذهني. عقلي. فكري. قلبي. فتحت عيني. كنت كتير فرحانة. نزلت من فوق طايرة من الفرح. نمت مبسوطة. قمت شفت الدنيا بغير صورة. صرت شوف الشجر. شوف العصافير. شوف ولادي. شوف بيتي بطريقة حلوة. ومين ما اتلاقى فيه بدي خبره عن يسوع. وازعل اذا هيك ما اهتموا. او بدي اخدهم على الرياضة الروحية. ودعيت كتير عالم. رجعت صرت احلى هدية اللي يقولوا لي في اليوم رياضة روحية. لانه حس انه كل ما عم روح عم بتشدد بالايمان. ومع اخواتي. انا بنت وحيدة بس انا عندي خيات كتير. بشكر الله عليهم. بيوقفوا حدي وبساعدوني. صرنا كل جمعة نعمل صلاة ببيت. وكل سنة الجمعة اقوى اكتر واكتر. يعني علمت انه بارادتي ما في اعمل شيء. يعني سلمت كل ارادتي ليسوع. اول شيء بدي اقول مبروك لك الخلاص. يعني انت شخص كنت عم بتعيشي حياتك بالجسد. او حياة بشرية. نعم. عم تعيشي بفكرك. عم عيش حياة ارضية بامتياز. ايه. انا كنت عم عيش حياة ارضية بامتياز. والرب دعيك من خلال والدي انك تطلع. نعم. على رياضة روحية.
نعم. سمعتي الصوت، لبيت الدعوة. شو أكيد. عملتي؟ شو نعم. عملتي؟ يعني دفعتي مصاري تخلصتي؟ لا ابدا ما دفعت شيء. عند الحكيم كنت دفعتي؟ بس كان عندي هالقوة اني روح ونبش على خلاصي. ايه؟ نبش على طريق الفرج، نبش على يسوع يلي كنت مضيعته. انا وصغيري كنت كثير مع يسوع وضيعته في فترة، ضيعته يعني. يعني كنت تصلي بحياتك اليومية وقت كنت قبل؟ كنت صلي وفكر انه شو ما اطلب رح نام. هلا صرت صلي وصرت اسمع صوت يسوع بقلبي، يسوع بيحكي اذا بنصمت نحن فينا نسمعه. وصرت اعرف اذا الطلب اللي عم بطلبه لمشيئتي ولخيري يسوع بحقق لي، واذا ما حققه بيكون مش لخيري. يعني صرت اعرف ميز بالحياة. يعني فينا نقول انه انت حدا ولد ولادي جديدة. اكيد انا بعترف انه كنت شخص وصلت للموت، وصلت اني عم بشتغل مثل المكنة، اركض واجي نام. شو تشتغلي؟ شو كنت بتشتغلي؟ انا معلمة بالمدرسة. معلمة. بتعلمي؟ نعم. يعني شو الاهم، العلم او يسوع؟ انا هلأ بتعرف شو صرت قول توني، وقلتها من يومين، قلت ليش هالقد بيعلمون للأولاد درس وفيزيك وشيمية ومات، ليش ما بيعطون ساعة للإنجيل؟ ما هيدا هو اللي بيخلصهم بالحياة، إن كان بشغلهم أو بحياتهم العائلية أو اليومية. ما إذا بيعلمون طرق يسوع هو بيساعدهم إنه ينجحوا بالحياة أسهل. يعني وأجيتي يعني وأجيتي عند الرب يسوع، خصص وقت للتلاميذ إنه أحكيهم عن يسوع. وأجيتي عند الرب يسوع، ما يد في الزوم تروح عند الحكمة؟ أكيد صاروا يقولوا لي دغري بجاوب لا. واليوم بالذات حدا قال لي في حدا كتير شاطر ومتخصص، إذا بدك فيك تروحي تعملي عنده سيشنات وبتعملي وبترتاحي وهيك. قلت لهم لا، أنا عندي يسوع المسيح، هو رب الأرباب وملك الملوك، وهو عنده أحلى علم بالحياة، وهو عم بيقودني وهو عم بيساعدني وهو مسك لي بإيدي، فما بقى بدي حدا غيره. شو بتقولي لكل مرة اليوم عم تسمعك آخر هيك كلمتين؟ بقول إنه ما بقى تعيش القلق، ما بقى تعيش النق، ما بقى تعيش التذمر اللي عايشين فيه، الركض اليومي. قدمي يومك ليسوع، أو أنك تحط عينيك تطلع بيسوع وتتكلي عليه. وين تطلع بيسوع؟ يعني بالصورة ولا بالإنجيل؟ بالإنجيل وبالكلمة، بالكتب اللي عم نقريها نحن، الكتب اللي بتقربنا من كلمة يسوع، وأكيد بالإنجيل. أنا توني صارت إذا بحب حدا صرت بهدي إنجيل. آمين. أحلى هدية، أحلى هدية إلى من ابنة يسوع المسيح. آمين آمين. أحلى هدية، احلى هديه. عم بهدي الانجيل وبنصحهم يهدوا لاولادهم، بنصحهم يقروه، بنصحهم كل ما يكونوا بضيق يفتحوا ربنا بجاوبهم، يغمضوا عينيهم يطلبوه. هو بكل ثانيه معنا، يمكن اصحابنا معنا بالنهار بس بالليل منهم معنا. صح. انا كنت اقوم بالليل وحيده ابكي، هلا صرت اقوم بالليل حط ترانيم وحس حالي فرحانه وعم بوعى، بدي اوعى وكون مع يسوع. بهي اسمحي لي انا كاخت معك بالجماعه هيك اقول لك مبروك الخلاص، لانه انا مش كثير بشوفك، فان شاء الله بتعيشي وبتشهدي للرب يسوع. مبروك عليك الخلاص اختي. هذه اول شهاده، وانا بعدني باول الطريق، شايفه حالي هيك واقفه باول الطريق والطريق بيضاء قدامي. ان شاء الله اتطور، انا بعدني كثير مبتدئه، واشهد واشهد واشهد. امين أكثر. امين امين. انت بتطبق عليكي. انا كنت ميتة بولا، انا كنت ميتة. نعم. ولقيت الحياة. امين. مع الرب يسوع اكيد. يعني أمين. يسوع هو الطريق والحق والحياة، هو نور العالم. انا كنت خاف من الحياة اليومية، هلا صرت خاف افقد هالسلام يلي عشته بقلبي. امين. ما خاف من المستقبل، خاف انه سلامي يروح مني. أمين. كل يوم بقول له يسوع خلي لي السلام بقلبي، لانه اللي عايشته في حراره من جوا. شو ما صار معك بعمل هيك، بقول انه يسوع بدك. بدي اتشكرك اختي، بدي اتشكرك اختي وبنتي وحبيبه قلبي. انا كمان
بتشبه وبتطبق عليكي بإنجيل متى 7:24، فكل من يسمع أقوالي ويعمل بها أشبهه برجل عاقل يبني بني بيته على الصخر. كان مبني بيتك على الرمل. أنا بلاش أبني بيتي على الصخر هلأ. آمين آمين. كنت عم ببني أنا بس مش عم تزبط معي. هالرمل كنت عم تبني. طيب بدي أشكرك أختي. مرسي 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 إلك خيي. ربي يباركك. ثانك يو لك. مرسي على وقتك. مرسي مرسي. بدي أذكر كمان أي بأفسس 4:22 علينا، يجب علينا هذا الشيء. الله أعطيك كلمته، أعطيك روحه، بس في شيء لك أنت. علينا أن نخلع، نشيل عنا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد، يعني كل التصرفات كنا منعيشها اللي كانت عم تعمل إشياء إدمية منيحة، هي بالنسبة للرب حسب دعوته لألك هي فاسدة. اخلع عنك كل شيء قديم، لبس قديم، لبس جاكيت قديمة، ما فيك تلبس جاكيت جديدة فوقها، ما بيطلعوا مزبوطين، بتطلع ديفو. بقى أنا بدي أطلب منك اليوم إذا بدك الحياة مثل ما سمعت أختنا كيف انتقلت من الموت إلى الحياة، أن تخلق من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم. هي أي تاني بأفسوس؟ تتجددوا بروح ذهنكم بالذهن، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق، نلبس المسيح يعني بحسب الله في البر وقداسة الحق. مشان هيك اليوم نحن بحاجة أن نعمل، منشيل القديم، نرفض القديم، نرفض أفكار العالم، نرفض أفكار الشرير، ونتبنى ونقول بدنا نحفظ الكلمة ونقوم فيها تنتحول من فساد إلى حياة، وحياة آمين. أبدية وقداسة مع الرب. هذا دعوة لألك ومجانية. ناخد نسمع شهادة تاني. معنا شي شهادة تاني؟ لا ما معنا. طيب تكمل. لكن وقت بنخلع الإنسان القديم وبنلبس إنسان جديد، إن بيبني رب البيت باطل يتعب البناءون. هذا بمزمور 127:1. بكولوسي تاني 3:8. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبز، التجديف، الكلام القبيح من فمكم. اليوم بصدق تعرفوا إذا حدا حكي عليكم كلمة بتنشروه. تعرفوا إذا صار إذا حدا ماشي على السيارة وحدا ضرب لك مراية السيارة بتبلش تكفر وتسب وتهين. اليوم منشوف داش في عالم بين الأخوة في مشاكل. اليوم داش في ببلادنا مشاكل بين تحزب. اليوم فكرنا كله ما في سلام. كل العالم اليوم بضجيج، بوجع، مثل السمكة الكبيرة بتاكل صغيرة، ما في محبة. شو هالشر هيك توني؟ ما في محبة. سيد هيك على البشرية، رئيس هذا العالم إبليس. صحيح. بس شو هالشر هيك كتران، حرايق، انفجارات، ألم، مخاض، أوجاع. هل يا ترى نحن على يعني قريبين كتير على مجيء الرب التاني؟ في أي بتقول الكل أخطأ. الكل أخطأ وعاوزهم مجد الرب. وفي وقت نقبل نحن الروح القدس بحياتنا منتوب نرجع نلبس المسيح بيقول مجد الرب علي يرى. لكن نحن في توبة. إبليس بيقول لك أملي كل شيء، بني كنيس، بني سادة، أملي كل شيء، بس اوعى تفتحي إنجيلك تحفظي الكلمة وتعملي فيها، لأنه أصغر واحد بملكوت الله إبليس بيرجف منه. بلهي بكل شيء. مهم يقتلك ويدمرك. هي أعماله بالعالم. صحيح. هذا الشر والحروبات والذبح الهوية والأحساب حتى بالمسيحية. بالمسيحية كرمال زعيمة بلش هالتواصل الاجتماعي تسفير. في شيء عزين اليوم هيك جملة حلوة كنت عم بقرأ بكتاب رائع شركاء في الصلاة يعني. عزتني جملة، كنت عم فكر بالضيق، كنت عم فكر بالعالم، كنت عم فكر بالعيان، سقطت شوي
سقط شوي، بعدت شوي عن الإيمان، لقيت حالي عايشة مزبوط بعالم مليان حروبات، مليان ضيق، مليان اقتصاد بشع، ولكن هيدي الجملة عزتني كتير توني، هيك رفعتني شوي. بتقول اقتصادنا باللوج، لأنه نحن عايشين باقتصاد ملكوتي سماوي. يعني ننظر ونسلك بالإيمان لنغلب العيان. 100%. يعني اقتصادنا مش اقتصاد هذا العالم، ونحن مش من هالعالم. بتعرفي وقت مننتقل، شو حلوة، وقت مننتقل من الموت إلى الحياة أو من الظلمة إلى النور. نعم. شو بيصير بالعالم؟ في قانون لا تقتل، بتفوتي على الحبس. صح، هي كانت بالوصية. أما هون من قال لأخيه أحمق بتفوتي تطلعي من هون. مشان هيك هون الحزن مليان، هون ممنوع شيء اسمه حزن. أمين. هون الكآبة والفشل والمرض مليان، والتشويش، والعالم كلها بتفكر ومفكري انه بفكرة وبذكاها قادرة تعمل شيء، عيش بوهم. نعم. اما هون لا يكن لكم هم في شيء. طيب شو بتعطي لقب للعهد القديم؟ العهد القديم بدك تعملي بتاخدي، بعهد الجديد كل شيء معمول تعاخد بالنعمة، تعاخد بلاش، بس قبال قول ايه وخد. يعني نحن عايشين العهد الجديد، عهد النعمة. اكيد. كل شيء معمول، اغتنيتي اخد فقرنا غنينا، تعاغتني ليش عيش فقير. عم نحكي للمؤمن طبعا، لكل البلدان العالم، لكل شخص بيسمعني مين ما كان بالعالم، الدعوة لكل البشر، للكل، ما في ناس مسيحية بس. صح. إجا الرب يسوع يخلص كل البشرية. نعم. مش هيك اليوم الرب دايما يمكن يكلمك من خلال فيسبوك، يمكن من صديق من صديقة، يوصل لك واحد إنجيل، ما ترفضه، الرب لاحقك بده إياك، كان يجول يصنع خير وبعده اليوم يجول يصنع خير. مش هيك اليوم أنت إذا ما حدا عم بيقول لك يسوع من خلال هالبرنامج، إذا عم تحضرنا الرب عم بيكلمك اليوم إنك تفتح إنجيلك، تحكي معه، تشوف أشخاص اختبروا الروح القدس، اختبروا ولادة جديدة، تسألهم، تسمع، قول كل من يسمع كلامي يحيا. من وين بيجي الإيمان؟ من السماء، وسماء كلمة الله. طيب اليوم أنا كيف بدي، بتعرفي شغلة؟ اليوم أكترية العالم اللي بيجوا لعندي بيقولوا لك أنا بصلي وأنا مسيحي، بس ليه عم بيصير معي هيك؟ تعبين وعملوا فيني هيك؟ والله طيب إيش في بيوحنا مثلا فصل واحد أو كم فصل بيوحنا؟ بقول لك ما بعرف. وين الانجيل؟ عندي اياه بالبيت. وين؟ ما بنعرف وين حاطينه. في واحد قال لي لحوات تغطيه. صح. يعني كيف هذا الانسان بده كيف الشتله بدها تعيش او السجره بدها تعيش بدون ماء؟ وكيف الانسان بده يعيش حياه بدون كلمه الله، كلمه الحياه؟ شو صعبه توني تدخل كلمه الله لهالاشخاص اللي عايشين هلا بهالوضع، بهالضيق، كثير صعبه. يعني انا عم بستصعب صراحه بشر أشخاص عم يرفضوا الكلمة، عم بنفضوا الغبار وعم بمشي صراحة، كتير صعبة، منا هينة، وكتير بتزعل إنه رافضين كلمة الله وإنت بدك حزنان عليهم وبدك خلاصهم ولخيرهم، وكلمة الرب لخيرهم ولخلاصهم. بتعرفي شغل العالم بيعتبروكي إنك أنت ضعيفة وقت بتحكي بالرب. صح، إنه بصلي أنا ضعيفة. وأنا اليوم بدي أقول انه كنت ضعيف وكنت بالعالم واحمل صليح وفكر حالي قوي. صح. هلا صرت انا بقول ما في ظلم بالعالم، في جبينات بالعالم، لانه مستسلمين للشر. الرب يسوع بده ظلم تمشي وراه، وين هالظلم اليوم؟ ناخذ معنا خينا هشام. سلام المسيح هشام. سلام المسيح بقلبكم. هشام الرب يباركك ونشكرك اليوم انك معنا، نشكر الرب عليك. خبرنا كيف كانت حياتك وكيف شو صار معك، وعرفنا عن حالك إذا بتريد. أنا اسمي هشام سعد، مجوز وعندي ولدين، وأنا كنت أفتكر إنه حياتي كلها نجاح، وكنت أفتكر إنه حياتي مليئة بالحظوظ، وأنا كنت يلي بصنع حظي بإيدي. كان عندي كبرياء كتير عالي، كنت أنا يلي أعتقد إني أنا اللي بفهمه وما حدا بيفهمه، أنا اللي بقرر، أنا يلي بعطي رأيي بكل شيء، أنا يلي بصنع حظي بإيدي. حياتي كانت حياة أرضية بس مليانة فخفخة ولبس وسفرات وضهرات وبيوت وحفلات،
وصرف مصاري قد ما بدك. لا وقت ما حسيت انه لا مش هيدي هي الحياة، مش هيدا يلي عم بطلبه، ودايما في فراغ، دايما بدي عبي الفراغ. لا تعرفت على شيء اسمه يسوع المسيح وبلشت فشخة فشخة اطلع الدرج، ويمكن احلى شيء بحياتي عملته اني تعرفت على يسوع المسيح خلال اكيد الجماعة يلي قوتني، يلي عطتني ثقة، يلي عم بتخلينا شوي شوي كلنا انا واصحابي وقرايبيني وعائلتي نتقرب اكثر واكثر من يسوع. يعني خي هشام سافرت كثير، في كثير انا عم تقول نيالك نياله عيش. اليوم الشيء اللي اعطوك الرب يسوع لقيته بالعالم، حتى لو كل سفراتك وكل مصروفك كل شيء عملت، كنت تشبع؟ ما كنت تشبع ابدا، كنت افتكر حالي انه انا معي حق بكل شيء، بدي سافر ساعة البدي من سفرة لسفرة، بدي عبي رغباتي بطريقة اللي انا بدي اياها. ما كنت قريب من كلمة يسوع، كنت انزل على الكنيسة بس لانزل نهار الاحد نص ساعة ربع ساعة، ضلني على السيلولار، اعتبر حالي انه انا عم بعمل اشياء منيحة مع العالم، عم بساعد، عم بوظف عالم، بس مش هذا هو اللي كان بدي اياه، ومش هذا يلي كنت عم نبش عليه ابدا. اليوم كيف صارت علاقتك مع الرب؟ يعني انت والانجيل كيف صرت؟ كان عندي صعوبه كثير اني اقرا الانجيل، وكنت حاطه على الرف، ولا مره حسيت اني ممكن اقدر افهم منه كلمه او جمله. صدقني كنت مسيحي، تعتبر حالك مؤمن؟ اعتبر حالي مؤمن كثير، كنت اعتبر حالي انه بروح على الكنيسة، كنت اعتبر حالي انه انا ما بغلط ما بكذب. بس لما بلشت اقرا بالانجيل، او لما بلشت اسبح، او لما بلشت اقرا كلمة يسوع واطلب منه، ما كنت اعرف انه انا هو يسوع حيا يعني فيني اطلب منه، ما كنت اعرف انه انا قبل ما نام فيني اطلب منه بقدر احكي معه، بيقدر هو تاني نهار او تالت نهار او رابع نهار باشارة واحدة بسمتوم واحد يقدر يفرجيني انه هو سمعني، انه هو معك، انه هو موجود. وهذا اللي خلاني اعلق بكلمه يسوع، وهذا اللي خلاني اعلق بالانجيل، وهذا اللي خلاني اعلق بالجامعه، وهذا اللي خلاني اعلق بكل العالم. وما عندي كلمه واحده على تم غير كلمه يسوع، وقد ما فيني عم جرب اني بشر واحكي ووسع كلمتي لا تقدر توصل لأبعد مدى. طيب اليوم في كتير أشخاص بيقولوا يمكن هذا الشخص مشي مع الرب لأنه صار معه شيء، ما بقى عنده ملجأ غير الرب. بيقولوا هذا أنا أساني بدي أعيش حياتي، لاحق أن يكون عم بروح صلي أو أقرأ بالإنجيل. السبكير من شاب، أنت اليوم شخص ناجح بالشغل، الرب نعم عليك بالنعمة، أكيد النعمة الكبيرة، ورب من قبل كان بشغلك هم تنمى مادياً. في كتير أشخاص بيتمنوا يكونوا مطرحك بالماديات، لأنه العالم تركض وراء المادة. شو بتقولهم؟ صدقني مش ممكن أي إنسان يكون عنده أكبر شركة وأكبر شغل ناجح فيه وما يكون يسوع حده. يسوع أكيد حده، ما بقولك لا، يسوع عم بيدق بابه دايماً. يسوع زرع فينا حبة الخردل، يا نحن مننميها ومنكبيها منكبرها، يا منتركها محلة. أنا اخترت أني كبر وقصقي وأزرع حبة الخردل قد ما فيني، واخترت أني كل شيء أعمله بحياتي أسأله قبل ما أعمله. شو تغير ببيتك؟ سلام 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 سلام، تحضلني أولى من هلأ لطول حياتي. ما بقى في خوف، ما بقى في توتر، صار دايما في رواء، صار دايما في حكمة، صار دايما في قرارات بتتاخد بكل رواء. كل شغلة بعملها بسأله قبل. شخص بيفوت لعندي على الشركة عنده مشكلة، بيفوت معصب، بسأله بقول له بليز حل لي إياها قبل ما بلش له بوجود، وصدقني بتنحل بدقيقة. يعني اليوم العالم كله بتروح عند بسيكولوج وعند بسيكياتر، بتاخد أدوية وبتجرب تقرأ
وبتجرب تحكي مع امها ومع اختها ومع ستها ومع جدها مشان يحلوا لهم مشاكلهم. وصدقوني الحل اهين. هشام انا عندي سؤال لك خيي، بس معلش لو بدي اقطعك بس هيك على قلبي اقول لك، في قيود كانت موجوده بحياتك وتفكفكت، في شيء قايد هيك كان كثير مستعبدك او كان صنم بحياتك وتكسر باسم يسوع؟ الكبرياء. واضح. انا كان عندي كبرياء كثير عالي. نعم. وكنت بالنسبه لي لاني بلشت اشتغل بكير ولاني عندي خبره ولانه صاحب مؤسسه ولانه عندي موظفين، يعني انا اللي معي حق، يعني انا اللي بفهم وما حدا بيفهم. هلا مع يسوع ما بقى عندي كبرياء. انكسر؟ انكسر. بدنا نضل نشتغل نتعلم اكثر واكثر تكون متواضعين مثل. نحن بدنا نشكرك خيي هشام، ربنا يباركك وبرجع بقول لك تعيش وتشهد للرب ومبروك عليك الخلاص. توني معنا اتصال. عبد الحق من الجزائر، سلام المسيح. سلام، مرحبا. مرحبتين، تفضل. كيفكم انتم؟ منين؟ نشكر الرب، تفضل. طبعا انا بس بدي صلي من اجل لبنان. شكرا. نعم يا رب، انا بتمنى منك وبصلي لك انه تكون مع كل اهلنا وشعبنا بلبنان يا رب، احمي شعبنا واحفظ شعبنا واهالينا بلبنان، وكون معهم بكل صلواتك، وكون معهم يا رب واحميهم، وكون معهم دائما ونور قلوبهم وخليهم دائما عم يتقوا فيك يا رب، واحميهم واحمي كل اللي تعرضوا للحادث الانفجار الكبير. وكمان يا رب اتمنى منك تحفظ كل الناس اللي تضررت بالانفجار اللي صار بلبنان، وكل الناس والاطفال والاولاد والناس اللي فقدت بيوتهم واهاليهم. بتمنى يا رب تعوضهم بحبك لهم وبثقتك فيهم. ويا رب كمان بدي صلي من شان شعبنا بسوريا للحرائق اللي عم تحصل معهم. صحيح. يا رب كن معهم واحفظهم دائما، وكن معهم بصلواتك وبصلواتنا. راح نكون مع شعبنا بسوريا وبشعبنا بلبنان. كمان يا رب انا بصلي من شان اهلنا وشعبنا بالسودان، كن معهم بالفيضانات والاعصارات اللي عم تحصل معهم. نتمنى منك يا رب تحفظهم وتحميهم، وتكون مع كل اهلنا وشعبنا بالبلدان العربيه دون ما كانوا، بسوريا، بالسودان، بلبنان، بالعراق، بالجزائر. شكرا. بتونس، بالمغرب. يا رب احفظهم، نكون معهم ونحن قلوبنا واحده وعقولنا واحده، وراح نكون معكم يا اهلنا بلبنان ومع كل اهالينا. امين. عبد الحق نتبارك بصلاتك وشكرا، ونحن بنضم صوتنا لصوتك وصلاتك مع صلاتنا كمان من اجل المسكونه كلها انه تخلص والسلام يعم بكل المسكونه. معنا صلاه كمان توني من ماري حداد من البرازيل، بتطلب صلاه لعائلتها. الرب يبارك. هلا بنصلي لاخر شيء، بنوجه تحيه لميشيل جوزها وميرنا. نعم. الرب يبارككم. انا اؤمن انه الرب حيفاجئكم باخبار مفرحه. امين. وهيك اللي مخبي لكم اياه، الرب بيشتغل هيك دائما بالخفي. رب منه بشرتي يقول لك انا عم بعمل لك، بيشتغل بالخفي. اتوقع هيك يظهر لك عمله بحياتك مثل بقوسي بيقولوا هيك. نعم. فجأة. نحن صار معنا سمية، الاخت سمية زوم، اختبار جديد بنشهده اليوم. سمية سلام المسيح. بقلبك باسمة، كيفك؟ سلام المسيح للكل، ربنا يباركك. سامية، عفوا، سامية. سمية. طيب. سامية تتباركي. طيب سمية، عارفين عن حالك شو بتشتغلي وعمرك وهيك وخبرينا شو كيف كنت عايشة قبل ما تختبري الرب يسوع؟ أنا بنت عزبة، بشتغل استاتيك، وكنت عايشة أكيد مثل كل البنات اللي بيعيشوا لحالهم وعلى راسهم، وسفر وظهرات وأصحاب وشباب، ويعني كنت إذا بدك كنت أدفع الفرح، إنه أنا إذا سافرت بكون كتير مبسوطة، إذا ظهرت بكون كتير مبسوطة، إذا فشيت خلقة بطريقة غلط بكون كتير مبسوطة،
كنت شايفة حالي، كنت بحب المصاري، إنه أنا معي مصاري، إنه أنا في أعمل اللي بدي إياه بشغلة، إنه شغلة بيطلع يعني. كان عندي هيدا الأنا، إنه أنا اللي بقرر، أنا اللي الأوكي لإلي يعني، كانوا العائلتي واللي حوالي إيه حرة، كانوا ينطروني إنه كل شيء يلا لا تجي صوصو بناخد نشوف صوصو شو بده شو بتقرر ومنقول منشوف شو بنعمل. كنت عايشة إنه بنت عزبة يعني اللي فيها كل البنات تعمله. ايه وكنتي بس بالحقيقة قلبك كان حزين بالحقيقة، كنتي هيك بتحسي؟ خبرينا. قلت لك انه كنت ادفع حق الفرح، يعني كان في فراغ بداخلك، هذا الفراغ ما يتعبى. في فراغ ايه، كنت اقول انا مثلا اذا رحت شربت كاس مع اصحابي يعني بصير مبسوطة، بس انه بصير مبسوطة لوقت محدد وخلص. طيب كنت اذا سافرت شو صار معك؟ اذا لا هيك لا حدا حكي قدامي خبرية، قررت انه حشريتي تروح تشوف انه شو ناطرني. قلت لي بدك فرح بدك سلام تعي الحقيني، ورحت رحت ما كنت عارفة شو ناطرني، يعني رحت حشرية تشوف انا شو ناطرني. ونيك رحت تسابيح بالكنيسة، فجأت اللي شفته ان العالم مبسوطة العالم فرحانة هيك، انه معقول بالكنيسة هيك بيعملوا، فجأت. ليه شو كان متعودي بالكنيسة يصير؟ خشوع رواء، تحكي مع يسوع هيك على الرايق بدون ضجة بدون هيك، عرفت انه ما في بالكنيسة طنة ورنة وتسبح على يعني بالكنيسة الكنيسة ممنوع الفرح فيها، ممنوع مسموح الحزن ايه؟ فقط مظبوط. وهي الكنيسة وهي الكنيسة كنيسة الرب ما بتعرف غير الفرح. امين مظبوط امين. ايه كنت انت عم تحكي بموضوع وهيك، وقلت لنا اطلبوا الرب بيقول اطلبوا تجدوا. انا كنت قاطعه بمحنه انه كانت التمديات هيك شوي ما بتسمح لي انه انا اجيب الدواء تبعي، دوائي حقه كان 250,000. طلبت منه يا رب انه انت وينك بحياتي، انا بدي اشوف انه انت، انه ما قصدي جربك بس انه انا بدي اشوف انه انت بتقدر تجيب لي هيدا الدواء اللي حقه 250,000. بعد يومين بيجيني خبر انه الدواء اللي اجاني منه 8. نعم من بعد ما طلبت منه هيدا، اكيد امين، من بعد ما طلبت منه هيدا الطلب وقلت له حسسني بوجودك بحياتي وفرجيني، ووعدته انه من بعد ما تستجب لي انا ما بقى احكي الا باسمك. إيه؟ وما بقى اقول الا يسوع على لساني. وعدت تغيرت حياتي من هيدي النقطة. شو؟ لا اختبار تاني وثالث ورابع وهيك، نقلت من سمية لسمية تانية، كأنك صلت سمية حطيت سمية تانية. يعني ولادة جديدة كمان. ولادة جديدة. الذين هم بهيدا الذين هم في المسيح فهم خليقة جديدة. هل أنت الخليقة جديدة هي صارت معك؟ أوكي تفضلي. إيه أكيد. لنهار طلعت على رياضة روحية كمان، هونيك اختبرت أكتر وأكتر. كان اختبار لا يوصف، كان حسيت نزلت من هونيك السلام بقلبي يفوق العقول. كان عندي فرح من مشي وبلاش مني مضطرة ادفع ولا ليرة. نزلت اجاني رزقة ما كنت ضربت لحظة، اجاني نعم راح مني الهم. بطلت هيك حسيت حالي مرة ناجحة، مرة عندي قيمة، اجاني قوة هيك، حسيت بقوة منتصرة انه انا بقدر اكون قوية على كل العالم. امين امين. حسيت براحة توني، راحة عن جد هيك، قلبي فاضي وسلام. تحررت كليا، وانا كان عندي اذية بحياتي قاطعة فيها بحياتي 6 سنين، واذية تانية كلفتني 6 شهور. هيدول تحررت فيهم بنهار واحد، وانا هلأ بشهد، عم بشهد باسمه للرب
انه انا نقلت من سميه لسميه تاني. يسوع حي، اكيد يسوع حي. يسوع بيخلص، خلصك. من امن بالرب يسوع فيخلص هو واهل بيته. امين. هيدي ايه انا بعيشها كل يوم مع اهلي حتى. حلو حلو حلو. الرب يباركك خلصنا ويثبتك وينميك اكثر فيه، وتكوني عم بتصيدي نفوس كثيره للرب يسوع للخلاص. نشكر الرب. نشكرك اختي هوقتك، ونشكرك على شهادتك الحلوه، كلها بركه. توني كمان في صلاه ساميه تطلب صلاه لعائلتها كمان، بدنا نذكرها بصلاتنا. من لبنان او نعم من لبنان ساميه. ساميه نعم. نحن هيك نحن هلا هيك صلي انا وياكم نتحد، ونطلب منك يا رب انت اللي حاضر بهذا المكان وين ما كان، انك عم تسمع، انك تعرف شو في بقلب سميه وهي وعائلتها وهي وحياتها، شو في من تعب وجروحات ومن ارهاق ومن تشويش وخوف بداخلها. تيجي يا رب هيك انت اله المعزي تعزيها، تسكب روحك، تسكب روح السلام. ضويلة يا رب إذا في عائق بينك وبينها تتوب عليه وترجع لألك، اعطيها شغب بداخلها إنها تفتح إنجيلها يا رب باسم الرب يسوع، تفهم الكلمة، لأنه الكلمة قادرة إنها تخلصها من كل شيء هي فيه. يا رب العالم كلها بحاجة لكلمتك يا رب، حط الرغبة بقلوبنا كرمال نخلص، لأنه كلمتك هي الحياة. بيتها بين إيديك هي وعائلتها، سور نار حويل بيتهم باسم الرب يسوع، سدد لك كل حاجاتها حسب غناك بالمجد. بدي صلي كمان لجروب موجود بامريكا وكندا، انك تجي يا رب وتثبتهم فيك اكثر وتنميهم، وتكون عم يتمجد اسمك بكندا وامريكا، وكون في نهضه هناك من خلالهم كمان باسم الرب يسوع. بدنا لكن مزمور 127:1 بيقول ان لم يبني رب البيت باطل يتعب البناؤون. بدنا نقول كمان هيك ب 2 كولوسي 3:8، واما الان فاطرحوا عنكم ان انتم ايضا الغضب والسخط وهيك، هول كلهم يعني كل هلا اللي حكيتها من شوي لازم نكبها بحياتنا. كل شيء في شر بتطلع من تمك لازم نكبها، لازم تتوب عليها. كل كلمه بتطلع من تمك الرب بده يحاسبك عليها، حتى من قال لأخيه يا أحمق، حتى إذا تزمرت في شيء منه عجبك، طيب ليه يا رب؟ هذا شيء اسمه تزمر. توب، قال له يا رب بشيل كل شيء من حياتي، مليني فيك أنت. نحن بحاجة لك يا رب، أنه ما بدي شر بحياتي، ما بدي أسلك بالجسد وبالنفس وبفكري وبالشعور، بدي فكري يكون فكرك، بدي قلبي تسكن فيه يا رب، وأنت تقودني تأحيا حياة بملأة هون واليوم، وكل لحظة بحياتي تكون حياتي من مجد إلى مجد. مشكرك يا رب لأنك دايما أنت عم تسمع. مشكرك يا رب لكلمتك الحية الفعالة، لأنه ما بترجع فاضي أبدا. مشكرك يا رب لأنك بتعرف كل حدا عم بيسمعنا اليوم شو في بداخله وشو عم بيتمنى وشو بده إياك. أنت يا رب تجي هيك تفك القيود وتكسر كل عنات على حياة حياتنا وحياة المشاهدين وحياة كل شخص في لعنة بحياته، لأنك قادر يا رب، لأنك خدت اللعنة عنا هالصليب، وسدد حجاك كل شخص كمان عم بيسمعنا حسب غناك بالمجد. كيف بولا اليوم من غير اليوم أنا وكان في معركة بين رب يسوع وإبليس بجبل الزيتون. قام جاء يسوع قال له مار للصخرة تصير خبزة. قام يسوع لأنه حافظ الكلمة وهم بيعيشها عم بيغريب الخبزة والجسد جيع. نعم. قال له يلا قول للصخرة تصير خبزة. قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، مكتوب. قال له بل لا بدون مكتوب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. ومشي. لكن هالآية اللي حافظها يسوع مشي فيها، خلصته من تجربة. تاني مرة قال له إبليس شوفي المال والسلطة وكل شيء فيه هيك تعظم معيشي وبيملك كل شيء. قال له بعطيك اياهم بس الجدلة. قام يسوع ما في شيء لا مال ولا جاه ولا كل شيء فيه بالعالم جذبه غريه، لأنه إبليس بيغري. ويمكن اليوم في أشخاص
انت عم بيسمعوني، يمكن في كرمال شوية مادة بتكسب كذبي بيضة. غريتك كذبت، صرت خد صفات ابليس تتحصل على ماديات. اف بشع، بات الغالي مش رخيص، عم بيجربك ابليس تيوقعك بفخ. صح، هاي المال اللي انت خدتها بالكذبة تفوت على حياتك تاخذ الحلال كمان. مش هيك بتقول ليش عم بيصير معك هيك؟ وقف كذب، كن مستقيم. شو بيقولوا يسوع؟ مكتوب، كان حافظ يسوع، مكتوب للرب وحده تجد وإياه وحده تعبد. ما انغر يسوع. عم يسوع إبليس حافظ الإنجيل كمان، قال له طيب مكتوب إنه إذا انكبيت حيلك من هون الملايكة بتحملك، قال له مكتوب إنه ما تجرب الرب إلهك. يعني لا نفترض يسوع في أي من هون منه حافظون، إبليس كان بده يسقطه لأنه حافظ وعم بيتعب وينمو وثابت بالكلمة. كان ما قدر غري يسوع إبليس. يعني بفهم منك، يعني بدي أقول لك كل حدا، إبليس شغلته يلحقك ويتابعك كرمال يسقطك ويوقعك بفخ، لأنه بيفرح بأذيتك، بيفرح أنه يقتلك ويدمرك ويخرب لك بيتك ويفرقك عن مرتك وولادك ويفرقك عن جوزك بكلام يمكن حدا يغريك فيه هالتليفون، أو بحدا يقول لك كلمة حلوة بتروحي بيغريك، بس هذا فخ من إبليس. وأبكون حافظة الكلمة، ما حدا بيقدر يسقطك أو تسقطي أو يفوت إبليس على حياتك، بل أنت بتصيري عم تهجمي وإبليس يكون عم بيهرب منك، ويكون بنيتي بيتك على كلمة يسوع وبنيت بيتك على صخرة يسوع. يعني بنفهم لازم نتسلح بالكلمة لنقدر مثل ما تجرب يسوع المسيح، حنتجرب نحن الكلمة ونعمل فيها، نحفظ سهرانين الكلمة ونعمل فيها. نعم. شو شغلتي بالحياة؟ إذا بحفظ الكلمة وبمشي فيها بفلح بالحياة، بنجح. نعم. ما شغلتي شيء، أنا ما دول الراحة، مني ما دول التعب. صح، الحياة مع الرب كتير حلوة، وموجود الرب ودعينا نعيش معه، وكل شيء معد لنا، ما في شيء ناقص. عليك تيجي تحفظ الكلمة وتمشي فيها وكل شيء ليك، كل ما هو لي هو لك. ولك. أمين. ما في زوم نشقى ونتعب وبالقوة بدنا نفرح وبذكينا، لا، هذه حماقة. بالإثبات عن ذلك مشينا سنين بحياتنا ما وصلنا لمحل. صحيح. إلا لفشل، لفشل. ولهيك مش هيك بيقول بتسالونيكي وحدة 3:23؟ نعم. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. إله السلام بيحفظ نفسك وروحك وجسدك كاملة بلا لون عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين. نحن منتظرين مجيء الرب يسوع المسيح. قبل ما ننهي بدي أنا وياكم نسمع هيك الرب أحلى شيء بالحياة شو هو؟ بسفر يشوع 1:8، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فميك. يعني بتعرفوا أنا تمي 24-24، بس وقت بنام بسكت، بس روحي بكون عم بتصلي، ما بعرف أحكي غير عن الرب، ما عندي شيء أحكي غير الرب، لأنه ما في الإنسان المسيحي الحقيقي المملوء من الروح القدس ما في كلام بيطلع من تمه إلا عن الرب. كل شيء غير الرب فاضي، ما له معنى، ما بقى فيني قاعد بمحل عالم شو بدي اسمع. هيدا عم بيحكي على هيدا، وهيدا عم بيطلع بهيدي، وهيدا بيطمع بها، وهي بينطر فيه وتيروح بيطعنه بده. شو هال أي شركة بين مؤمن وغير مؤمن؟ صح. مشان هيك نطلع من هالعالم كله شر، لأنه رئيس هذا العالم هو إبليس. صح. اخرجوا من وسطهم. بدي أقول لك شغلي، وأقول لك شغلي، حنطلع من العالم بإرادتنا أو غصب عنا بنطلع محمولين. طلع بإرادتك هلا تتحيا أحسن ما تطلع محمول وتموت إلى الأبد. إذا بتطلع بإرادتك هلا حتحيا إلى الأبد. بقى في دعوي إنك تطلع من العالم تفوت بعائلة المسيح، لأنه عائلة المسيح كبيرة بالعالم، والمسيح عنده ملكوته موجود على الأرض منه بالسماء، بكفي إلى حياة أبدية، وكل ملكوته لا عوز لمتقيه. رب يسدد احتياجاتنا مهما كان في ضيق بالعالم، من شدة من حرب، نحن إلهنا إله سلام قادر يحمينا ويعدنا أنه شعرة من رأسنا ما بتسقط، ولو صار الدولار بألوف وملايين دولارات عند أبي مليان غنى، وهو بيملك كل الأرض، هو صانع السماء والأرض. أمين. ما في فقر وما بيعوزني شيء. بقى تعا ببلاش، دعوة لألك أنك تجي
هيجي تتعب تجي تواضع امام الرب تقول له يا رب بدل ما اكون ماسك ايد ابليس وهو عم بيمشيني مسك لي ايدي وانت مشيني. لا يبرح سفر هاجي الشريعه من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تحفظ لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح يعني تنجح. الرب بده اياك تنجح بالحياه، الرب بده اياك تبيض وجهه لانه هو انت ابنه، والابن الناجح بيشوف البي بيشوف حلو بابنه الناجح. الرب نيته انه يغنيك ويرفعك ويشوف حلو فيك لانك انت على صورته ومثاله. طلب منك انك تكون نور بالعالم، طلب منك انك تكون انت الملح، انت كمان سفيره، انت ريحة المسيح، نكون عم نعمل اعماله، كل من امن بي يعمل اعمالي لبل قصة اعظم منها. والرب بعده عم بيجول ويعمل ايات وعجائب ويشفي. لو كان تقرير الطبي وصل انه ما بقى في امل لحياتك، بكلمة من الرب قادر يشفيك ويجعلك انسان جديد ويعود لك عن كل الايام اللي راحت منك. نحن عم نختم أضاف توني قبل رح نختم رح اختم شخصيا كلاما ولحنا قبل ما نختم ترنيما. كنت مفكرة حالي مهاجرة وطني، طلع وطني بقلبي اسمه يسوع وتصبحوا على خير. ندخل ديارك نمتلي بروحك نترك الخطايا عند مدخل الحجاب نطلب حضورك نبتغي تتويجك فاقبل تسبيحنا نحبك يا يا يسوع مستحق كل المجد يا يسوع
الجلال والعزة يسوع يسوع نعم أنا بحبك